اهلا بكل متابعي اليوم السابع في كل مكان، وتغطيه خاصه وجديده بنحرص فيها دائما على طرح كل ما يدور في تفكير قطاع كبير من المواطنين. الاسكان الاجتماعي وازاي اقدر احصل على شقه من الاسكان الاجتماعي بسعر مدعم وكمان بالتقسيط من الحكومه، سؤال بيساله عدد كبير من المواطنين وخاصه في عمر الشباب. الحقيقة أن وزارة الإسكان الاجتماعي حريصة باستمرار على توضيح كافة الجوانب الخاصة بطريقة التقديم للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، وأيضا مؤخرا بدأت في طرح أكثر من 3000 قطعة أرض إسكان اجتماعي بنظام القرعة العلنية في 11 مدينة. لتوضيح أكثر معانا زميلنا أحمد حسن محرر ملف الإسكان في اليوم السابع للحديث عن تفاصيل خاصة بالموضوع. في البداية برحب بيك يا أستاذ أحمد، لو تحكي لنا أكثر عن طرح وزارة الإسكان لـ 3000 قطعة أرض بنظام القرعة. أهلا وسهلا بيكي ومتابعي اليوم السابع. أولا احنا عايزين نأكد على معلومة مهمة، إن وزارة الإسكان بتسعى لتوفير كل شقة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى أنها تهدف للقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي، وده ظهر بشكل واضح في كل الاطروحات اللي طرحت خلال الفترة الماضية يعني 2014 حتى الآن. وزارة الإسكان أعلنت عن 14 إعلان عن وحدات إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى حوالي 12 قرعة علنية تتضمن أراضي بمختلف الفئات، سواء أراضي إسكان اجتماعي أو أراضي إسكان متميز أو أكثر تمييزا، بهدف توفير أراضي أو وحدات لكل فئات المجتمع. النهاردة هنتكلم عن الأراضي الإسكان الاجتماعي اللي أعلنت عنها وزارة الإسكان، وهي أراضي الإسكان الاجتماعي. يعني لينا أكتر من 3 سنين ما شاهدناش، أو 2.5 سنين ما شاهدناش طرح أراضي جديدة بنظام الإسكان الاجتماعي. الأراضي الإسكان الاجتماعي دي تهدف لتوفير مسكن ملائم للفئة المحدود الداخل الراغبين في الحصول على أراضي وليس وحدات سكنية. الأراضي مساحتها بتتراوح من 209 متر حتى 267 متر. شروط الأراضي مقدم الحجز ب 25,000 جنيه، بيتقدم من خلال يعني المواطن اللي بيحصل على كراسة الشروط من جهاز المدينة الخاص به. الأراضي مطروحة في 11 مدينة جديدة، أبرزهم من عاشر من رمضان وسوهاج الجديدة ودمياط الجديدة وأكثر من مدينة أخرى. طيب يتوجه المواطن للحصول على كراسة الشروط من جهاز المدينة يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر إن شاء الله لحد اللي بعد اللي جاي، من خلالها بعد كده يبدأ يوم الحجز الرسمي للسداد المقدم، بيتم في اليوم الثاني من حصوله على كراسة الشروط، بيتوجه لأقرب فرع لبنك التأمين والإسكان لسداد مقدم الحجز، وهو 25,000 جنيه زي ما ذكرت. أما القرعة إن شاء الله هتكون يوم 15 أكتوبر المقبل إن شاء الله. طيب ذكرت حضرتك طبعا، يعني ده سؤال دايما بنعتاد بنسأله والناس دايما بتسأله، أهم الخطوات. حضرتك ذكرت بعض الخطوات للحصول على يعني الإسكان الاجتماعي أو شقة في الإسكان الاجتماعي. طيب أهم كمان الشروط اللي يجب توفرها، هل يعني أي حد ممكن يروح يقدم في الإسكان الاجتماعي ولا شريحة معينة من الشباب؟ لا، الأراضي دي موجهة لمحدود الدخل. أبرز الشروط إن هو ما يقلش عمره عن 21 سنة، ما يكونش حصل على شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي هو أو أسرته لو هو متزوج، لو أعزب ما يكونش حصل على شقة قبل كده أو قطعة أرض مدعومة من الدولة. برضه لازم يكون من ضمن المقيمين داخل المحافظة أو العاملين بها حسب ما تنص كرات الشروط بتقول، لأن هو لازم يكون من ضمن المقيمين أحد أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو العاملين بها، بجانب إن هو دخله محددين الدخل إن هو ما يزيدش عن 5,000 جنيه في بالنسبه للاسره و 4,500 جنيه بالنسبه للاعزب. كمان الاراضي مسموح انه اكثر من واحد يدخل في تقديم الحصول على قطعه ارض، يعني مسموح من واحد لحد 4 افراد ان هم يقدموا على قطعه واحده ويشتركوا فيها. مده بناء قطعه الارض 5 سنين، مده التقسيط هتكون على 3 سنين. المقدم الحجز هيكون 25,000 جنيه كما ذكرت، بالإضافة إن هو لما عند حصول على قطعة الأرض من خلال القرعة الإعلانية هيكمل 25% من إجمالي قطعة الأرض، وال 75% الباقي
قيمة الأرض هيدفعها على 3 سنين. أنا ملاحظة حضرتك بتتكلم عن الأراضي المطروحة من وزارة الإسكان الاجتماعي. طب بالنسبة للشقق، احنا بنتكلم عن الإعلان الأخير الخاص بطرح الأراضي 3000 وحدة سكنية، 3000 قطعة أرض اللي أعلنت عليها من وزارة الإسكان، والمفروض إن الناس هتبدأ تسحب كراسة الشروط يوم لحد الموافق 15/6. طيب بالنسبة للشقق، يعني الشروط اللي يجب توفرها والخطوات كمان اللي بيتبعها، يعني كل من في أكثر من من مشروع. لو هنتكلم عن مشروع الإسكان الاجتماعي الخاص بمحدود الدخل، الشروط اللي واجب توفرها نفس الشروط الخاصة بالأرض، ولكن هيكون في بعض الشروط هو لا، سنه بيتراوح ما بين 21 سنة ل 50 سنة، دخله ما يزيدش عن بالنسبة للأعزب 4500 جنيه و 5500 جنيه للأسرة. برضو بالنسبة للشرط المحافظة لازم يكون أحد الأبناء المحافظة أو المقيمين بها أو العاملين بها، بالإضافة إلى أنه لازم يكون لو ما كانش لو المتقدم مش أحد العاملين في القطاع الخاص أو الحكومة، لو واحد شغال مثلا على تاكسي أو حاجة بيجيب ما يثبت ان هو يعني السجل التجاري او رخصه السياره وهكذا بالنسبه للناس اللي شغالين في المحل. طيب بالنسبه للمقدم بقى لاي شقه الحصول على الاسكان الاجتماعي، المقدم بيكون كام؟ 14000 جنيه. 14000 حجز. 14000 جنيه ده مقدم الحجز بيدفعه عند بيتوجه لاقرب مكتب بريد بيدفعه بعد حصوله على دراسه الشروط من مكتب البريد برضه. المقدم الحجز اما ده اسمه مبلغ جديه الحجز، نفرق ما بين مبلغ مقدم الحجز وجديه الحجز. جديه الحجز 14000 جنيه. الدفعه الاولانيه تقريبا كام ودفعات على قد ايه؟ هو مش ما فيش دفعات، هو بيكون مثلا 20% او 20% من مال قيمه الوحده، يعني بيتراوح ما بين حوالي 40000 جنيه بيدفع منهم 14000 جنيه، والباقي بيسددهم لو الوحدات جاهزة بيسددهم مرة واحدة، أما الوحدات اللي لسه تحت الإنشاء بيسددهم على أقساط ربع سنوية. طيب. كل حوالي 3000 جنيه أو 4000 جنيه حسب شروط كل إعلان. أهم المحاذير اللي الشباب لازم ياخدوا بالهم منها عند التقديم للحصول على شقة أو قطعة أرض؟ هو إحنا يعني أكدنا أكتر من مرة على الكلام ده، إن إحنا هو لازم يقرأ قصة الشروط كويس ويشوف الأوراق المطلوبة على أساس إن هو ما ينساش ولا يعني ورقة أو شرط وهو يكون مطلوب في قصة الشروط. يعني أهم حاجة إنه هو يكون ياخد باله إنه يوفر صورة البطاقة، الرقم القومي، هو لو زوجته لو كان أسرة، لو أعزب بصورة البطاقة، إيصال يكون حريق، يوفر إيصال نور، إيصال مرافق مية أو نور، ببرنت تأمينات، شهادة من الدخل الشهري من جهة العمل الخاصة به، وإنه يكون لازم تكون متوفر يعني منطبقة لما تنص عليه قرصة الشروط. يعني أنا ما يخش مثلا يجيب شهادة دخل ب6000 جنيه ويقول لك أصلا أنا اترفضت، لا، ده لازم أنت تقرا الدخل الكويس اللي هو مطلوب توفره على أساس تقدر تجيب شهادة الدخل الخاصة بك، بجانب طيب. إنك أنت البرنت اتفضل عظيم بتوفر باقي الشروط اللي هي برنت هي تقريبا نفس الشروط اللي ذكرناها في كل بالظبط، والخطوات اللي بيتم اتباعها سواء في الحصول للحصول على شقة أو على قطعة أرض. طيب عذرا لاني بقطع كلام حضرتك، بس كتير قوي من الناس بتشتكي من فكره ان انا قدمت على شقه او قطعه ارض وقدمت كل ورقي المطلوب ومع ذلك لم يتم التواصل معايا، يعني تنصح المواطنين بايه ويتصرفوا ازاي في الحاله دي؟ هو صندوق الاسكان الاجتماعي اللي بترأسه مي عبد الحميد، يعني دي اكتر من وسيله اتصال تقدر تتواصل مع الصندوق مباشره، سواء من خلال الرقم الخط الساخن او ارقام ارضيه او من خلال الموقع الالكتروني الخاص بصندوق الاسكان الاجتماعي، وده شغال اكتر من 12 ساعه، من 9 صباحا ل 9 مساء، بيردوا على كافه الاتصالات، بيستقبل اكتر من 250 الف شكوى او اتصال في الشهر. يعني الصندوق شغال طوال اليوم من 9 صباحا ل 9 اكتر من 12 ساعه، من 9 صباحا ل 9 مساء، بالاضافه انك انت من خلال الدخول على الموقع الاسكان الاجتماعي بيكون ليك عامل حساب خاص بيك، بتقدر بتشوف طلبك فين، هو فين بالظبط، هل هو في المتابعه، هل هو في الاستعلام، او هل هو كذا.
اما باقي الناس اللي بيتم رفضها سواء من خلال شركات السواقين بتكون عده اسباب، اما العنوان كاتبه غلط او مش مظبوط او مش مقيم في العنوان، او الدخل اللي هو كاتب الدخل وتفاجئ ان هو في دخل عند الاستلام عن الدخل الخاص به من جهه العمل ليه والدخل بتاعه اعلى من هو اللي حدده، او ظهر في دخل اخر هو ما كانش كاتبه في الاعلان في الاوراق اللي عند التقديم ليها ورفعها على الموقع. طيب بالتالي احنا اتفضل. بالتالي يعني اهم الحاجه اللي احنا عايزين ناكد عليها انك انت اول حاجه تقرا الكورس كويس، وبعد كده تسال توفر كل الحاجات المطلوبه وخاصه الاوراق. يعني هو في الفرز عند الفرز يعني عند غلط باب الاعلان والفرز بيتم، هم اول حاجه بيفرز الورق، هل الورق ده هو ده ولا لا، لو في حتى لو صوره بطاقه ناقصه بيتم رفض الطلب مباشره. ما بيرجعوش حتى لصاحب الطلب ويقول لك ابعت لنا صوره البطاقه او ايصال مهم. لذلك لازم هم ست اوراق مطلوبه او ست حاجات مطلوبه لازم احنا لازم ناخد بالنا منها وما ننساش اي ورقه، حريصين على توفيرها يعني. عظيم. طيب اخيرا ايه الجديد لدى وزاره الاسكان من طرح شقق او اراضي للاسكان الاجتماعي خلال الفتره القادمه؟ زي ما الدولة طبعا عندها كل يوم في جديد، وزارة الإسكان في كل يوم في جديد، في كل فترة أو خلال كل شهر بيتم الإعلان عن مشروعات جديدة سواء وحدات إسكان بفعل محدود الدخل أو متوسط الدخل أو الفعل الأعلى. الفترة الجاية إن شاء الله هتشهد طرح طروحات جديدة تتضمن سكن مصر ومشروع سكن لكل المصريين ومشروع جنة الخاص بالفعل الأعلى دخلا. إن شاء الله الإعلان المرتقب هيتضمن أكثر من 20,000 وحدة سكنية في أكثر من مدينة جديدة، منهم الشيخ زايد والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة. ده هيكون بالنسبة للفعل أعلى دخل، إن هو مشروع جنة أكثر من الفعل أعلى دخل. أما بالنسبة لسكن مصر هيشهد ما بين 30-40,000 وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، هيتم طرحهم على إعلانات أكثر من إعلان وليس إعلان واحد. يعني لذلك على نهاية السنة إن شاء الله هنشهد أكتر من إعلان سواء إن شاء الله سكن مصر أو دار مصر أو جنة أو سكن أو المشروع الجديد الخاص بسكن كل المصريين اللي هو أعلن عنه السيد الرئيس السيسي. أحمد حسن محرر ملف الإسكان في اليوم السابع، بشكرك على وجودك معنا وبشكرك على توضيح عدد كبير من النقاط الخاصة بالإسكان الاجتماعي سواء شقق أو أراضي. بشكركم متابعينا على طيب المتابعة. أعد هذه التغطية إسراء عبد القادر، وكنت معكم نسرين فؤاد، وانتظرونا دائما في متابعات إخبارية على مدار اليوم في اليوم السابع. للقاء.